إلى الصحف الإسرائيلية في موقع واينت، يائير لابيد يتوجه للعليا باسم حزبه يش عتيد ضد قانون التوصيات الذي سنه اليمين. صحيفتها آرتس، قانون تقييد توصيات الشرطة مر في الكنيست بالقراءة الثالثة. بعد خطابات طويلة استمرت 43 ساعة وفق على القانون ب 59 مؤيد مقابل 54 معارض. نبقى فيها آرتس، الحكومة الإسرائيلية تحول 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات. عنوان ثالث فيها آرتس، 63 شابا في رسالة لنتنياهو ولرئيس الأركان، لن نتجند للجيش الإسرائيلي، نرفض أن نشارك في الاحتلال. وجاء في الرسالة، الجيش يقوم بممارسات عنصرية تتناقض مع حقوق الإنسان. أما في جيروسالم بوست جاء، إسرائيل تطلق اسم ترامب على محطات قطار في القدس. وإلى موقع والله، نقل موقع والله الإسرائيلي عن ضابط كبير في وحدة 210 بالجيش الإسرائيلي، مساعدة المعارضة السورية جاءت بناء على فتاويهم ومحاكمهم الشرعية. القناة السابعة الإسرائيلية، نائب وزير الجيش الإسرائيلي ابن دهان، معاقبة عمر العبد منفذ عملية حلميش غير كافي ويجب استكماله بطرد عائلته. إذن سمعنا هنالك محطة قطار في القدس اسمها ترامب، إذن المحطة القادمة ستكون وقوف عند ترامب. بنساوي زيهن أحمد، نقف عند ترامب. هم وقفوا عند ترامب، انتهى الموضوع بالنسبة لهم. نعم. يعني رأينا بأن مسألة القرار خلص الموضوع، وإذا سمعت كافة المواضيع تناقش فقط وفقط سوى هذا العنوان، تسمية اسم محطة في القدس محطة قطار على اسم ترامب، كل باقي المواضيع لا تتطرق إلى هذه القضية. العالم العربي ما زال يناقش ويجتمع، يريد أن يجتمع ويبحث كيف يستثمر وماذا عن القارات وأين نجتمع ومن سيجلس، وهني بالنسبة للموضوع خلص هذا صفحة ورا ظهرنا، صح؟ نعم. الإعلام الإسرائيلي هو يحمل قضية ما سواء كان بيسارته أو بيمينيته، التي أعتقد في مراحل معينة تكون كلها في اتجاه واحد، يحمل عنوانا عاما وهو أن هذا الموضوع قد تم، ولا يريد أن يعطيه زخما إعلاميا أكثر من ذلك، لأنه إذا حمل زخما أكثر سيعتبر من القضايا الداخلية لإسرائيل، وهناك تدخل دولي في هذا الموضوع، وإسرائيل تنتفض وتقول أنا دولة قوية، أنا أستطيع أن أخذ القرارات، أتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يكفيني، قراراتنا الداخلية لا أريد إعطاء المساحة. فلذلك حتى الإعلام الإسرائيلي الذي يعد يساريا نوعا ما نسبة لليمين الإسرائيلي هو مقود إلى أن يغيب نسبة ما هذا الأمر، يغيب الحديث عن التفاصيل أو عن مجريات الأمور ليخدم قضية نهائية أن هذا القرار قد تم، اعتمدته إسرائيل، يصب في المصلحة الإسرائيلية، وهو لا يريد الحديث عنه أكثر من ذلك. لذلك نرى أنه يصوب داخليا، وسنتحدث عن الأمور الداخلية التي يعلن عنها ويتحدث عنها. نعم أحمد، الحديث عن قانون التوصيات في إسرائيل وحديث عن إمكانية توجه لمحكمة العدل العليا مع أنه الاحتمالات ضعيفة ضئيلة هناك، هل تعتقد بأنه سيأخذ حيز كبير في الإعلام الإسرائيلي كونه قضية داخلية مسألة توصيات الشرطة، أم كهذا الموضوع الإعلام الإسرائيلي يأتي من قضية إلى قضية إلى قضية وينسى أو يتناسى ما سبقها؟ أنا أراها في شقين. الشق الأول أن الإعلام الإسرائيلي ليخرج من القضية العالمية التي تدار حول القدس والذي هو كان جزء أو طرف فيها، ويريد أن يهرب إلى مواضيع كثيرة تشتيت نسبيا إلى المتلقي الإسرائيلي بعدة قضايا تظهر وكأنها ذات أهمية. وبشكل موازي في السنوات الأخيرة نقرأ من السياسة عبر الإعلام الإسرائيلي وكأن إسرائيل تحيك وتخيط من جديد الأعراف والقوانين الدولية الجديدة، تصنف الإرهاب كيفما تشاء، تصنف السلم كيفما تشاء، تصنف الجيش كيفما تشاء، هناك قوانين جديدة تسن يوما بعد يوم وتمارس يوما بعد يوم، هذه القوانين تحاك تمارس والإعلام يظهرها ويتحدث عنها بشكل سريع حتى يتقبلها المتلقي، فنجد أن هنالك قضايا
تعتبر من أهوال القضايا في العالم في إسرائيل، باتت من التي نسمعها يوما بعد يوم ونتقبلها كأنها من أحداث الساعة البسيطة التي نتعايش معها. أحمد، لفت انتباهي موضوع عمر العبد وهو الشاب من الذي نفذ عملية حلميش. الإعلام الإسرائيلي أمس واليوم تحدث بأنه يجب محاكمته بشدة أقوى ويجب إعدامه، إبراز هذه العناوين من قبل ليبرمان وآخرين، وكأنه الإعلام يأخذ دور القاضي والمحكمة قبل أن ينطق القاضي في قراره، يعني يحاول الإعلام هنا أن يؤثر على قرار المحكمة وعلى سير قضائي، صحيح؟ أعتقد أنه حسب النظام الذي تتبعه حكومة نتنياهو أنه هو الشخص الأخير نتنياهو يخرج ويصرح ويتحدث في هذه الأمور، وبإمكانه إذا ذهبنا إلى الصحافة الصحيحة فيجب أن يكون توجه هناك بشكل مباشر إلى هذه السلطات بهرميتها والحديث عن هذه الأمور تعقيبا. لكن هناك غياب تكتيكي لنتنياهو وحكومته بشكل عام عن طرح هذه المواضيع والحديث عنها، وهنالك بعض الشخصيات الذين يعتبرون أكباش فداء لنتنياهو من اليمين المتطرف الذين يأخذون هذه المواضيع ويجيرون الإعلام لنبدأ نسمعها ونستسيغها. يعني هنالك مهنيا شرعي أنه الإعلام يأخذ هذا الدور بأنه يريد أن يهيئ الناس بطريقة ما أن يملي على القاضي بأن نتوقع منك هذا فتفضل ونفذ؟ هذا شرعي إذا لم يكن هذا الأمر بهيمنة معينة، وهذا شرعي في جميع القضايا ليس فقط في قضايا معينة. هذا شرعي عندما يقرر الإعلام أن هنا يجب أن يكون لدوره هنا يكون إعلام فعال، وبين أن يجير الإعلام لأن يطرح هذه القضايا بهذه الصيغ. وأرى أنه مش فقط الحكومة الإسرائيلية تضغط على الإعلام، أيضا المتلقي الإسرائيلي ومتلقي من الصحافة الإسرائيلية بات يستسيغ هذه المواضيع وكأنها جزء من الممارسات اليومية أو الهوايات اليومية التي يقرأها، بدلا يقرأ القصص البوليسية وهنا وهناك هنالك أحداث اللي هي بؤرة أحداث داخلية تقول للعالم نحن دولة، طبعا بالسياق الإسرائيلي، نحن دولة عندنا قضايانا نحن نحلها بذاتنا، نحن لسنا بحاجة لتدخل دولي.